فيكم أقوام مكائد الشيطان. معنى ذلك أنه يأتي لكل الناس ولكن على درجات، على درجة الإيمان التي عندك يأتيك. إن الذين اتقوا وهي أعلى درجة، إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا، تذكروا فإذا هم مبصرون. وتذكروا تركت للإبهام هكذا، تذكروا ماذا؟ تذكروا الله، تذكروا أن هذا عدو لهم، تذكروا أن الرسول حذرهم من هذا، تذكروا ما في كتاب الله عز وجل. فالمهم خلى التذكر عند كل واحد بطريقة، كل واحد يتذكر. صحيح. فإذا هم مبصرون، كأن الشيطان يصيب الإنسان بالعمى، عمى البصيرة. صح. ما فإذا هم مبصرون، ما هو مبصر أصلا، أبصر الحقيقة. أن الشيطان هذا أن أبصر الحق حقا. وذلك يقول اللهم ارزقنا الحق حقا وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. لأن هو الشيطان عمل إيه؟ الشيطان قاعد على قلب الإنسان، يجري منه مجرى الدم في العروق. تمام. جري معنوي. تمام. هو جاء إذا ذكرت خنس، لا لا إلا الله، وإذا سهوت تحرك تزيه. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله من الشيطان. حتى في الصلاة، في الصلاة، الصلاة قعدنا لهم صلاتك. هو هيروح الخمارة ويروح الكباريه؟ لا. هو يروح الديسكو؟ لا. هروح قدام البنك الربا ويقف؟ ما قال لا 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 قال ايه ويشاركهم ايه؟ يشاركهم في الاموال والاولاد. قال اموال الربا. تخيل واحد شريكه الشيطان، بالله عليك شكله ده اموال الربا، اموال الربا شريكه الشيطان. هي الاموال دي، سلم يا رب. اعوذ بالله. قال كل مال حرام فالشيطان شريك لك او معك، واولها مال الربا. سلم يا رب. تخيل واحد مشارك الشيطان. ولهذا فأذنوا بحرب من الله. الله يرضى عليك. ولذلك قارن الآكل الربا بإيه؟ يقومون إيه؟ كالذي يتخبطه الشيطان. ليه؟ لأنه كان شريكه. صح. كان شريكه. شريكه في الدنيا. صحيح. صحيح. كل ما يفتتح بنك الشياطين قاعد الله شغلهم محاسبين فيه. مشاركين ولهذا. لكن تخيل يا ابن سبحان الله. سلم يا رب. فحتى المتقي يأتيه هذا الطائف. حتى لما يجي المسلم ينام. اللي يعقد الشيطان على رأس ابن آدم كل يوم من ثلاث عقد. كل ابن آدم. كل ابن آدم. المسلم وغيره كله. ثلاث عقد. ثلاث عقد. فإذا استيقظ الإنسان بصلاة الصبح حلت عقدة. تبقى اثنتان. فإذا توضأ حلت الثانية. فإذا قام ليصلي حلت الثالثة فأصبح نشيطا منشرح الصدر. جميل. لكن الثاني لما ضربه ما هو يأخذ العقد ويضربه على رأسه يقول نام عليك ليل طويل، ليلتك طويلة اليوم. يعقد وينفث ونام والعبد نام وخلق. وبعدين ايه العبد نام على غير ذكر وعلى غير وضوء وعلى غير نية قيام، خلاص. ويقول ده سبحان الله العظيم. يجي يقول الشيطان يقول استنى شوية، لسه لم ينهي الأداء، انتظر لما قبل الإقامة بشوية. الرجل بيقعد 20 دقيقة، هو الشمس خلاص. خلاص بال الشيطان في فمه وأذنه. تخيل أن شعوبا بأسرها تتحرك إلى الحياة صباحا في العمل، وقد بال الشيطان في أفواه. ماذا تنتظر من الموظف الذي بال الشيطان في فمه؟ تنتظر منه كلمة خير؟ تنتظر يده هذه أن توقع مشروع خير؟ توزع أرزاق أمتي في الصباح، الصبح توزع الأرزاق عن صلاة الصبح. عجبت لمن يصلي بعد شروق الشمس كيف يرزق؟ فلا يرزق ولكن لا يبارك له في رزقه، تنزع البركة. فحذاري من أن تشرق الشمس ومسلم نائم، الا بحالات مريض تعبان ما 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 ما, ما استيقظ، لم يسمع صوت المنبه، لم توقظه زوجته. لكن نعمل كل ده ونقرا اول 4 آيات من سوره الكهف. اول 4 آيات ان شاء الله يعني تساعدنا على الاستيقاظ ان شاء الله قبل النوم. قبل النوم. طيب يعني اركز على نقطه في والانسان داخل الصلاه. أيوة. اذا مسه نزغ من الشيطان يقطع القراءه ويستعيذ او اعوذ بالله من الشيطان الرجيم ثم يكمل القراءه ويواصل ولا شيء في ذلك. لا شيء، لان انا في صلاتي ليس لي الا ما عقلت منها فقط.